بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. السائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. يقول: إمامنا زاد ركعة خامسة في صلاة الرباعية، هل يعتد أو هل يعتد بها المسبوق؟ وما أحوال المأموم في هذه المسألة؟ نقول: نعم، على الراجح من أقوال أهل العلم أن المسبوق يعتد بها ويسلم مع الإمام إذا فتته ركعة مع الإمام وكانت الصلاة رباعية وزاد الإمام خامسة فهي رابعة للمسبوق ويعتد بها ويسلم مع إمامه. لأننا إذا قلنا أنه لا يعتد بها فإنه بذلك يكون قد أتى بركعة زائدة عامدا، وبذلك تبطل صلاته. هذه واحد. أما بالنسبة لأحوال المأموم، المأموم إما أن يكون جاهلا أو أن يكون ناسيا أو أن يكون عامدا. فإذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه يصلي مع إمامه ويسلم معه ويسجد للسهو، وإذا كان عامدا فلا ينبغي له أن يقوم إلى خامسة في رباعية، ولا إلى ثالثة في ثنائية كفجر، ولا إلى رابعة في ثلاثية كمغرب. وإن فعل ذلك بطلت صلاة المأموم دون الإمام، لأنه عامد أنها ركعة زائدة. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه هنا أن ينفصل عن إمامه بحالين: إما أن يجلس للتشهد وينتظر حتى يرجع الإمام فيسلم معه، أو أن يسلم دون أن يرجع إلى دون أن ينتظر إمامه. وزاد في المغني قالوا: ولا بأس أن يقول للإمام اجلس إنها الخامسة. فإن هذا الكلام، وإن كان هذا الكلام ليس من القرآن ولا من تسبيح، لكنه كلام في مصلحة الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا ما تيسر إرادته يعداده، وعن الله على ذكره وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.